واحلى جماد مستير واحلى جماد مات زنور واحلى جماد جمال واحلى جماد ساك ساك يا وليدي واحلى جماد حاب الشرب أكثر من زا مغادي جماعة قالوا لي أنت فنان سمعنا شوي فنان غني غناي غالي غناي بلا هيد فنان فنان يا روما يا روما يا رئيس البابور جدنيك خليت يا انا قلبي معقول جدنيك خليت بقى تصور فيا صورني ها عبود انت مش تحرق مضبي توزد علاش عايتولك بوبا انت هاني شهرة هذيك شهرة هذيك شهرة بوبا هابط في كل بلايص اسال بوبا اساس تعرف كل شيء بعينك ها يعني شنو تحب تقول للشباب اللي يحبوا يحرق شو نقول لهم ربي خلصوا حالهم وربي وصلهم بالسهل هذاك شو نقول لهم انا ودي نحرق معاهم نطلع معاهم انا تو نطلع معاهم افترضوا انت حرقت ورجعوك من ايطاليا يرجعوك ما نرجعش ما نرجعش نطفى قلب البحر ونرجع وحدي غاد هاني سباح منقذ غاد شنو اخر كلمه تحب تقولها تو شنو رساله تحب توصلها تو للشعب التونسي ربي يبارك لهم وربي يرحم والديكم الكل تونس كلها احلى جماد نستير واحلى جماد منزل نور واحلى جماد جمال ولا حامل شرفة ولا حامل شرفة شنو احوالي ولا الشط يا اخي الشط القرعية احلى شط والناس كل كايا وخيان وحبيبات الناس الكل نحبوا بعضنا لكن ترى انت الجو لهني هيك يا والناس الكل كي محبوبين ونعوموا مع بعضنا والناس الكل كي وخيال ما عندكش حاجه تستحق كل شيء ما عندكش فلوس تقعدش تروح كل شيء موجود لهنا كشباب هون شنو ناقصكم بالضبط كشباب لهنا هيك كان ان شاء الله هم الدوله تهفت شويه هكا ترى الناس الكل كي تحب تهاجر من هالبلاد وجاو لنا مريق نحن الشباب انا كترى يخدم من نهار لحد عنده صمد سوار ويجي لهنا هيك يفرد الجو نتاعو يعمل جو يعمل كعباته ويروح على روحه هذيك هيك العاده خدمه كالعاده هاك ترى فيه الشباب الكل كاي ودي صمد سوار نتاعك وين عديت؟ عديته في الفاليس كعبات قزاز وجو احلى جو اني والولاد هاك ترى لا مشاكل لا بركاجات لا حتى شيء نعملوا جو مع بعضنا نتفرهدوا ونروحوا على رواحنا صح الناس كل كي ولاد بلاد معناها نعرفوا بعضنا كلنا توانسة نعرفوا بعضنا كان الجزائري زاد اخواتنا حتى التوريست زاد هنيك نكلموا لا توريست لا نكلموا حتى شيء الناس كل كي محبوبين لهنا احلى مستير واحلى قرعية واحلى مستير واحلى قرعية واحلى تونس وبر والله الشط كل عادة وبرا ديما حافلة وبرا ديما جو أحلى جو والحمد لله على كل شيء كونش العباد معنا البراينية ضم الكل هم معنا يجبدوا في المشاكل لما الحمد لله نحن على معنا حتى كينش مشاكل ولا حاجة ديما وخياء وديما معنا ديما في الاخر نقعد وخيانا وبرا احلى الشرفه فهمت احلى والحمد لله برا وربي يخلينا لبعضنا الكل كي يتميز الشط هذا شنو الميزات اللي فيه يتميز الشط هذا انه معناها كالم شويه يهبطوا له العائلات الكل معناها نظيف ساعات خاطر معناها فك الكوان هذاك ساعات يبدا مسخ شوي اما معناها هذه الكل معناها شط سياحي باهي ممتاز جاي على الثنية قريب معناها الناس الكل تقريبا هذا من افضل الشواطئ الموجوده في المنسير وحتى في تونس كاكا كاكا في بحر ضايع نظيف هيك واسع هيك وتلقى منين تنجز تلقى منين كذا وحده البحر هذا
وانت حكينا على الشط هذا. شنو نحكي؟ شنو يتميز الشط؟ شنو الحاجات اللي تخليك تجي للشط هذا، تختار الشط هذا؟ منين جيت انت؟ ها؟ جمال. من جمال؟ مش بعيد من هون. علاش اخترت الشط هذا؟ سانس نعمل لنا. ديما هون؟ ديما. موجود هوني انت علاش؟ والله لهنايا خاطر انا ملي انا صغير انا ودارنا معنا سانسوني بها البلاصه هذه، انا من قروينا فهمت، البلاصه هذه استانست بها، عبارة ربينا لهنايا فهمت، كبرنا لهنايا نجيو لهنايا، امي تعوم الدنيا الكل يعوم فهمتني، ما فهميش العنصريه الجهويات ما فهميش، لاني بالاخص في مستير مش كيما فما بلايص خلينا فيهم الجهويات، لاني ما فهميش خويا الجهويات، لهنايا تعوم جو كبير برشا مواضيع تبدا مريقل، معناها ما يضرك حد وما يهزلك حد نتاعك، تبدا مريقل شوف فيهم كيفاش. في البحر فما جهويات؟ حتى في البحر؟ في البحر فما جهويات، فما الاخر يقول لك هذاك مش من هنا هذاك براني، يتلموا عليه هذاك يقول له دار شنو هذاك يقول له في البلاصه هذيا وفي مسيره، بصفه عامه ما فهمش منها الحكايه هذيا جمله زاد يعني. جيو لهنا ما نخافش، حتى خويتي ودنيتي معناها خويتي بنيتي ودنيا ما نخافش عليهم، يعني عباد تحترم وجوهم باهي على الاخر معناها. هذا باهي ويلم العائلات الكل. يلم العائلات الكل، ترقى جميع الملات الكل لهنا وتقام جوهم به وتعوموا عاملين جو اكثر فيه كيفاش معناها معبي، ولو زاد اكثريتها في سيل الايام ترقاه فارغ معناها ما يتعبش برشا، عندك السبت ولا حد بالكدا تلموا الناس الكل، تقام كيران يجي ودنيا كذا جو بها على الاخر معناها فهمتني؟ هكا وديما الحمد لله معناها ديجا نحن جونا بها على الاخر ما مجموعين العباد هكا. شنو يمتاز الشط هذا وعلاش انت اخترت باش تكون هوني؟ وتعوم هون اخويا نسكن لنا في منطقه مستير وقريبه انا للدار فهمت، دونك نجي نعمل غطسه لنا قريبه للدار برشا وديما نعوم لنا معناها حب معناها القرايه فهمت كيف. شنو الميزات اللي يمتاز بها الشط هذا؟ والله كل عبد كيفاش يراها هو فهمت، هما نجي معناها نعمل تنقيزات ونفس على راهي. تعتبروا من افضل الشطوط في مستير وفي تونس هذا؟ مش في تونس كامل، ما في المستير عز بلايص يلم العائلات الكل ولا؟ يلم العائلات الكل منشر المستير الكل يجيو لنا. والله شط القرايه فم الاحجار نقزو فيه وجونا احلى جو جايين من قبلي، وهنا كالعاده ديما نصيفوا لهنا وكهو ندورو في برشا بلايص، مش كان قرايه فما مارينا فما سقانص فما كل شيء، جو المستير جو باهي على الاخر وسياحه في تونس السنين صحيح هي ما فماش يعني صحيح هي يعني ما فماش برشا سياحه، مي والله هكا خير وفما امان، فما برشا امان لهنا فما يعني سيكوريتي حاكم شونا به.